استمرار للمواجهات العنيفة بين الثوار وكتائب القذافي المتمركزة داخل مدينة سرت، إلا أن سيناريو الحسم النهائي على المدينة لم يحن بعد فيما يبدو، رغم تقدم ثوار الجبهة الشرقية في 3 محاور داخل المدينة، فضلا عن الثوار القادمين من جهة الغرب. سرت أصبحت مسرحا كبيرا لحرب من نوع مختلف. مدافع الهاوزر وقذائف الهاون والراجمات والدبابات والأسلحة الخفيفة هي لغة الثوار في مواجهة كتائب القذافي التي لا يزال يشكل قناصتها مصدر إزعاج للثوار، ولكن رغم ذلك يصر الثوار على التوغل المستمر للسيطرة على المدينة. تفاجأنا بإطلاق نار كثيف من قبل كتائب الطاغية وقناصة مجموعة كبيرة وبالهاون، وما زالت مستمرة حرب الشوارع إن شاء الله معهم حتى نخرجهم إن شاء الله من أرض ديبيا كلها بالكامل. محاولات الثوار للتضييق على كتائب القذافي داخل مدينة سرت تتخذ أشكالا متنوعة، غير ان كمينا نصبته لهم كتائب القذافي كلفهم كثيرا هذه المرة. الكمين هذا بعض من مجموعتنا كانت متقدمة، فجو بعض لابسين لباس مدني فسلموا على الجماعة واصبحوا يحيوا في الثوار في الفريق هذا، وثم تمت الرماية عليهم من المجموعة هذه ومن المجموعة خلفهم كانت، فسقط بعض، ولكن تعاملوا معهم الشباب وكان سقط ايضا منهم هم ضحايا وجرحى ايضا من المجموعه الاخرى. عشرات القتلى والجرحى اذا في صفوف الثوار سقطوا في الكمين والاشتباكات الضاريه مع كتائب القذافي بشوارع المدينه. حزن طغى على الثوار لكنه لم يثنهم فيما بدا على مواصله المسير الذي كان وقوده العزم والصبر على الابتلاء. اذا كانت السيطرة الكاملة على مدينة سرت تبدو عصية على الثوار حتى هذه اللحظة، فان سقوط اعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم ربما يؤشر ذلك على وجود مقاومة عنيفة من كتائب القذافي التي تتمركز في عمق المدينة. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، من داخل مدينة سرت.